ضمن سلسلة اعتداءاته على المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، سلم الاحتلال اخطارا للاستيلاء على سطح منزل المواطن وليد ضميضي الواقع بمحاذاة هذا الشارع الرئيسي، علما بأن جيش الاحتلال حول عمارة سكنية يملكها المواطن قبل نحو شهر إلى ثكنة عسكرية مغلقة. الهدف من ذلك هو مراقبة المواطنين الفلسطينيين وحماية المستوطنين الذين يمرون من الشارع الرئيسي باتجاه مستعمراتهم القائمة على أراضي حوارة والأراضي الكرة المجاورة. والسبب السبب الثاني هو معاقبة الفلسطينيين على ما يقومون به من رفع العلم الفلسطيني، حيث أصبح العلم الفلسطيني المعضلة الكبيرة للكيان الصهيوني وللوزارة الإسرائيلية بقيادة بينت اليمينية المتطرفة. لا تفارق آليات وجنود الاحتلال مداخل البلدة وعلى طول هذا الشارع، وذلك بهدف حماية المستوطنين الذين يقومون بالاعتداء على هذه المحال التجارية كما حدث في الأسابيع الماضية، وذلك في إطار منع الفلسطينيين من رفع العلم الفلسطيني هنا. في مضايقة الاحتلال هي لما يجوا ويوقفوا عنا باب المحلات، فالناس بتصير تخاف انها تنزل تشتري من المحلات، وهذا الاشي بيأثر علينا اقتصاديا. يعني كانت اول اشي مشكلة الاعلام، بعدها بلشوا انه يحطوا بكل مكان جنديين ثلاث، وهذا الاشي صار يومي، غير انه كل ساعة وساعتين بيجي بصف جب الجيش وبوقف بالساعات، وهذا الاشي كمان بيأثر كثير علينا. والله اسمع، الوضع الايامات يعني اللي احنا فيها صعب، يعني مشددين شوي، صار نوع يعني من الاحتكاك بالنسبه للعالم، بالنسبه للاولاد اللي بيطلعوا من المدارس. يعني بتلاقي مثلا هانا جنود طبعا ما لهش لزوم يعني انه يكونوا، يعني يوم ما بيكونوا هم موجودين بصير مشاكل. هذه الانتهاكات الاحتلالية أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي للبلدة، خاصة أن مئات المحال التجارية والمنتشرة في هذا الشارع تتعرض للاعتداء من قبل جنود الاحتلال المتمركزين أمام هذه المحال، والتي تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل عصابات المستوطنين. انتشار لجنود وآليات الاحتلال في هذا الشارع على مدار الساعة، انتهاكات واعتداءات لا تتوقف بحق أهالي بلدة حوارة من قبل عصابات المستوطنين الذين يهاجمون المحال التجارية على طول هذا الشارع. من بلدة حوارة جنوب نابلس، بدر أبو نجم، تلفزيون فلسطين.